جماعة الحوثي صعدت من حربها على إسرائيل، وذلك من خلال توسيع هجماتها على البحار إلى هجمات على المحيطات. الأمر أصبح واضحا وبشكل مباشر من عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة في 72 ساعة الماضية، هو الذي تحدث عن توسع هذه الهجمات، لا بالإضافة أيضا إلى مسؤولين في الجماعة في 24 ساعة الماضية تحدثوا عن طبيعة هذا التصعيد وكيف من الممكن أن يتطور إلى مراحل أكبر مما تحدث عنها عبد الملك الحوثي. والتصريحات من المسؤولين كانت قادمة لجريدة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله اللبناني والأوساط الإسرائيلية مثل التايمز أوف إسرائيل، جيروزلم بوست، وحتى يدعو تحرنوت اهتموا بهذه التفاصيل كثيرا لأنها تفاصيل ضاغطة للغاية على الجانب الإسرائيلي، الذي قالته جماعة الحوثي هنا بأنها بعدما تمكنت من إطباق الحصار على مضيق باب المندب وأجبرت الشركات الشحن العالمية والشحن الإسرائيلية من اتخاذ هذا الطريق هنا بالخط باللون الأحمر باتجاه طبعا والتغيير الطريق باتجاه رأس الرجاء الصالح إلى البحر المتوسط لتصل إلى أوروبا وتصل إلى إسرائيل. الآن بالنسبة لجماعة الحوثي قالت بأنها ستستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل والمتجهة لإسرائيل في خط الشحن البديل، وذلك من أجل زيادة الضغط على إسرائيل، وخاصة أن الشحن عبر رأس الرجاء الصالح ونحن نقترب من أبريل من هذا العام تلاحظ بأن عمليات الشحن ترتفع بشكل كبير، وكذلك تنخفض من جهة أخرى عمليات الشحن باتجاه قناة السويس. وهنا جماعة الحوثي تريد الضغط على الشحن الذي يأتي باتجاه رأس الرجاء الصالح، ولكن السؤال هنا كيف من الممكن لجماعة الحوثي أن تستهدف هذا الخط البديل الشحن أو خط الشحن البديل الذي نتحدث عنه وهو بعيد للغاية عن القدرات العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي. إذا ما لاحظنا هنا بشكل تفصيلي أكثر سنرى بأن طبيعة الشحن وطبيعة هذا خط الشحن البديل باتجاه رأس الرجاء الصالح هو ينقسم تقريبا إلى 3 خطوط من طبيعة الشحن اليومية التي تأتي بهذا الشكل الذي نراه الآن. الشحن الأول وسفن الشحن الواضحة هنا تأتي بهذا الشكل أولا، وهذه هي السفن القادمة من آسيا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى خط آخر وهو القادم والسفن القادمة من الهند كما هو واضح. أما السفن الأخرى هي تأتي بمحاذاة أفريقيا، وهذه السفن كلها من السفن القادمة ممكن من باكستان أو حتى الخليج العربي بشكل عام، وهذا هو الخط الثالث، والخط المحاذي لأفريقيا هو الخط الذي مقتدرة جماعة الحوثي من استهدافه بشكل مباشر. فنحن قد لاحظنا جماعة الحوثي منذ نوفمبر من العام الماضي ومع اندلاع أحداث غزة وتصعيدها في البحر الأحمر لاحظنا بأن الجماعة فعلا لديها قدرات عسكرية واضحة وقادرة للوصول إلى إسرائيل بطائراتها المسيرة وبصواريخها الباليستية. فبالضربات المباشرة إذا ما انطلقت على سبيل المثال من محافظة صعدة الشمالية فهي تقطع 1,000 أو أكثر من 1,700 كيلومتر، وإذا قامت بعملية الانعطاف أو الانطلاق بهذا الشكل عبر البحر الأحمر فهي بحاجة أن تقطع مسافة أكثر بكثير من ذلك، قد تصل حتى إلى 1,800 كيلومتر. وكثير من الخبراء تحدثوا بأن القدرات الخاصة بجماعة الحوثي هي تصل العسكرية كانت بالطائرات المسيرة أو الصواريخ تصل إلى 2,000 كيلومتر. وبالتالي إذا ما عكسنا 2,000 كيلومتر هنا من قدرات الحوثي العسكرية باتجاه خط الشحن الذي تحدثنا عنه هنا بمحاذاة أفريقيا، وانطلقت مثلا الصواريخ والطائرات المسيرة من محافظة إب أو من جنوب صنعاء، فهذه الصواريخ بألفي كيلومتر قادرة أن تغطي هذه المنطقة بأكملها من دون أي مشاكل. لكن الاستهداف واستهداف المحيط الهندي هنا يفتح سيناريوهات كثيرة بالنسبة لجماعة الحوثي، فمن الممكن لهذه الصواريخ أيضا أن تعبر جزيرة سقطرة وأن تستهدف نقاطا عميقة في المحيط الهندي كما نلاحظ، وكذلك هي قادرة أيضا على استهداف بحر العرب الذي يربط المحيط الهندي بالخليج العربي، وكذلك هم قادرين بهذه المديات أيضا أن يقوموا باستهداف الطريق المؤدي باتجاه مضيق هرمز إذا ما تعدوا أو تعدت الصواريخ الخاصة بجماعة الحوثي سلطنة عمان، هي قادرة من تحقيق مثل هذه الاستهدافات، وهذا يعتبر تحولا كبيرا، خاصة وأن وزيرة المواصلات الإسرائيلية تحدثت مؤخرا
مؤخرا عن طريق بري خاص بإسرائيل قادم من الخليج العربي من الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر يساعد إسرائيل في ظل الضغط من جماعة الحوثي. يتحدثت بهذا الشكل أو بهذا الأمر على العلن. كذلك أن مجلة ماريان الفرنسية كانت قد قالت بأن سفن الشحن العالمية القادمة باتجاه الخليج العربي بشكل عام هي عادة تقطع هذا الطريق كما نلاحظ باتجاه الخليج العربي هنا وتصل مباشرة إلى الطريق البري الذي نتحدث عنه، تفرغ الحمولات من الحاويات وغيرها بشاحنات برية وتتجه بهذا الطريق الذي نتحدث عنه الآن. بالتالي جماعة الحوثي بالمديات التي تتمتع بها وتوسيع هجماتها باتجاه المحيط الهندي، هذا يعني أن هذه الجماعة قادرة تماما على ضرب هذا الخط الذي تحدثنا عنه، وقادرة أيضا على تحقيق ضربات على هذه السفن بهذا الاتجاه، وبالتالي هي قادرة أيضا على إغلاق الطريق على الطريق البري الذي تحدثت عنه إسرائيل وكذلك مجلة ماريان الفرنسية. بشكل عام الجماعة هنا توسع بشكل خطير. إذا ما رأينا هنا هذه الخارطة الكبيرة الآن سنلاحظ أن الجماعة تطبق حصارها على مضيق باب المندب، ومن خلال الاستهدافات التي تحدثنا عنها باتجاه المحيط الهندي أو بحر العرب أو مضيق هرمز، هم أيضا قادرين على إطباق حصار على مضيق هرمز وبالتالي التأثير على الطريق البري. والأهم هنا من الاستهدافات التي تأتي من جماعة الحوثي باتجاه الخط المحاضي لأفريقيا هو يعني بأنهم سيضعون ضغطا على مضيق جبل طارق بشكل كبير، ليس 100% بسبب المديات التي تحدثنا عنها، ولكنهم قادرين على التأثير على مضيق جبل طارق وبالتالي فرض الحصار على إسرائيل في البحر المتوسط دون ضرب البحر المتوسط. وشهدنا بيانات سابقة للفصائل المسلحة العراقية أيضا قد صرحت لجريدة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله اللبناني الأسبوع الماضي بأنهم يريدون البدء بعملية استهدافات على أو توجيه ضربات وهجمات باتجاه البحر المتوسط. كذلك أن المقاومة الإسلامية في العراق سبق وأن أطلقت طائرات مسيرة مفخخة قالوا بأنها متجهة إلى ميناء حيفا، لم يتضح هذا الأمر إن كان صحيحا أو لا، لأن لم تكن هنالك إنذارات في الداخل الإسرائيلي، ولكن هنالك استهداف للموانئ، هنالك محاولة لتطويق إسرائيل بالكامل وفرض حصار يجبر إسرائيل على التعرض أو التكلفة كبيرة للغاية في ظل الحرب الجارية في قطاع غزة. لا بل إن المسؤولين المقربين أو المسؤولين في جماعة الحوثي كما تحدثوا أيضا لنفس هذه المصادر جريدة الأخبار اللبنانية قالوا بأن هذا الأمر ممكن أن يتوسع بشكل أكبر، ألا نستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل أو القادمة أو المتجهة إلى إسرائيل، لا أبدا، بل إننا ممكن أن نوسع الأمر لاستهداف السفن الأمريكية والسفن البريطانية أيضا إن ما بدأت هذه الدول بالضغط علينا بشكل أكبر. وهذا يعني أننا سندخل في ظروف صعبة للغاية، خاصة وأن الجماعة أيضا من جهة أخرى سبق وأن ثبت بأنها لا تستهدف السفن بدقة عالية للغاية. بعض السفن التي استهدفتها هي لم تكن لا من السفن الأمريكية أو البريطانية أو حتى الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل أو القادمة لإسرائيل، سفن سنغافورية دنماركية وغيرها من هذه الجنسيات. سبق وأن استهدفت حتى أنهم استهدفوا أيضا إحدى السفن الروسية واعتذروا لروسيا بسبب استهداف تلك السفينة. بالتالي هنالك أخطاء من هذه الجماعة، وإذا ما جمعنا كل هذه الأمور مع ارتباطات السفن أيضا بالعديد من العقود، هنالك سفن ترتبط بعقود من شركات أخرى للتأجير أو غيرها، وهذه طبعا تجعل لهذه السفن ارتباطات هائلة على المستوى العالمي. هذا كله يوضح أن الأمر ممكن أن يتطور بشكل خطير على العالم وأن يؤثر كذلك أيضا على أوروبا. لماذا؟ لأننا عندما نتحدث هنا على المحيط الهندي فهذا ليس توسعا عاديا أبدا، نحن نتحدث هنا عن الكتلة المائية أو ثالث أكبر كتلة مائية في الكرة الأرضية، هي تربط المحيط الهادئ بالمحيط الأطلسي وهي مطلة على ثلاث قارات، أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا أيضا، هذه القارة المهمة للغاية أيضا، بالإضافة إلى أن 80% من المنتجات العالمية ومنتجات الطاقة وكذلك أيضا من النفط العالمي كله يمر هنا عبر المحيط الهندي. والمحيط الهندي، أعماق المحيط الهندي وكتل اليابسة المحيطة بها هي غنية للغاية، غنية بالنفط كما نتحدث الآن، فهي تمتلك أو هنالك الثلثي
الاحتياطي النفط العالمي متواجد في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن 40% من احتياطي الذهب أيضا موجود في هذه المنطقة، 60% من اليورانيوم، 90% من الماس، كلها موجودة عالميا هنا في هذه المنطقة، وبالتالي استهداف هذه المنطقة يعني استهداف خطوط مهمة للغاية عالمية، شرايين الحياة كلها تمر عبر هذه المنطقة، وتوسيع جماعة الحوثي بهذا الكلام وبهذا الفعل القادم بالنسبة لهم باستهداف المحيط الهندي هو لن يكون بالمسألة العادية أبدا، وسترفع أسعار النفط بشكل كبير للغاية، وأسعار السلع حتى على مستوى الشحن سيختلف الوضع، لأن هذا الخط الذي نتحدث عنه أو خط الشحن الذي هو يأتي محاذيا لإفريقيا ممكن أن يغير من وجهتهم بهذا الشكل، ويحاول أن يبتعد عن جماعة الحوثي واستهدافاتهم، ولكن أيضا خط الشحن كما تحدثنا هو تحت الخطر، لأن الجماعة ممكن أن تضرب باتجاهات مختلفة وتضرب هذه السفن بشكل مباشر، بالتالي المعادلات العالمية ستصبح خطيرة، رفع أسعار الشحن والسلع والنفط وغيرها ستضغط على أوروبا، تضغط على الولايات المتحدة، وتكون أيضا أمرا نافعا بالنسبة لروسيا أيضا في حربها على أوكرانيا، وأوكرانيا تقع تحت ضغط كبير في ظل انتخابات رئاسية قادمة في شهر نوفمبر القادم. وهذا التحول الكبير الذي نتحدث عنه يأتي بشكل مثير للغاية متزامنا مع اجتماع تحدثت عنه وكالة الأنباء الفرنسية ونقلته الميدل إيست آي البريطانية، بأن كان هنالك اجتماعا بين جماعة الحوثي وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في لبنان، اتفقوا من خلالها على توسيع الجبهات والضغط بشكل أعلى على إسرائيل. لا بل إن جماعة الحوثي اتخذت قرارا بجعل سفينة جالكسي ليدر بطاقمها بكابتن هذه السفينة تحت تصرف حركة حماس وليس تحت تصرف جماعة الحوثي، الأمر الذي أكده طبعا المتحدث باسم الحوثيين نصر الدين عامر لشبكة CNN، هو الذي قال بأن هذه السفينة وطاقمها تحت تصرف حركة حماس، وذلك من أجل إضافة ورقة تفاوض قوية، أي جعل ورقة التفاوض أقوى بيد حركة حماس مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. لن نطلق صراحة فقط المختطفين أو الرهائن الموجودين داخل غزة إن كانوا في رفح أو في مناطق أخرى، وإنما أيضا من الممكن أن يكون جزءا من هذا الاتفاق هو إطلاق سراح هذه السفينة مع طاقمها وغيرها، بالتالي هذه ورقة قوة أخرى، خاصة أن الهدنة الآن في خطر كبير للغاية مع مصادقة بنيامين نتنياهو على خطط العمليات العسكرية باتجاه رفح، وهذا هذه المصادقة تأتي بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على طبيعة العملية العسكرية القادمة باتجاه رفح، وموافقوا على عملية يأتي شكلها على شكل عمليات مكافحة الإرهاب هي التي صادق عليها نتنياهو، وهذا يعني لا تراجع لا انتهاء للحرب، بل إن هنالك عملية عسكرية قادمة، إن كانت هنالك هدنة فهي هدنة مؤقتة ولن تعني نهاية الحرب ولن تعني انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، كتسوية لكل الأمور التي نتحدث عنها. بالتالي نحن الآن انتقلنا من الحديث عن البحار إلى المحيطات.